Assalamualaikum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جزاك الله تقبل الله.